اليوم كان لقاء مع السيدة الوزيرة، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. اليوم كان هذا اللقاء هذا اللي كان هو مثمر، كانت فيه السيدة الوزيرة دارت عرض على حول برنامج عمل تاع الوزارة، وشفنا فيها شنو هما المجالات اللي غادي تستافد منها مدينة مراكش. بالفعل لقينا روسنا بأننا تنتكلموا نفس اللغة تقريبا، تنمشيو في نفس النهج كمجلس جماعي. تكلمنا على الرأسمال البشري، الاستثمار في الرأسمال البشري هذا حتى هو تنشتغلوا حنا في المجلس. تكلمنا على الولوجيات، تكلمنا على بزاف المجالات، على تكوين الجمعيات، على كلاسيفيكاسيون الجمعيات. هذو كلهم مجالات لقينا تنتلاقاو فيهم. شكرا معالي الوزيرة السيد الولي المحترم، السيد رئيس الجهة المحترم، اخوان الحضور الكرام. اليوم حنا هذا اللقاء اللي هو لقاء للحقيقة مش تدخل ديالك السيدة الوزيرة والكلام اللي قلتي تقريبا، حنا كنجي جماعة في نفس النهج حتى في النقاشات ديالنا الداخلية كنا كنهضرو في نفس النهج تقريبا. بداية بالرأسمال البشري اللي هو تلقب انا ان كرون شونتيي، ان تخي كرون شونتيي اللي كيتسنى في مراكش، بالاخص كاين مشاريع كبرى ملكية مادية، ولكن خصنا نتكلمو على اللامادي اللي هو الانسان اللي هو اللي خصو يتفاعل مع هاد المشاريع الكبرى. لقينا بانه هذا ان كرون شونتيي اللي خصنا نخدموه مجموعين، واللي تنجيو تنهضرو على الرأسمال البشري يا السيدة الوزيرة، تنهضرو على الرأسمال البشري تنشوفو ما هو المؤشر كيفاش نعرفوه. بزاف الحوايج مؤخرا كنحصل لي الشرف استقبلت تقريبا واحد 70 جمعية في المجلس الجماعي، والنقاش بقى غادي توصلنا الرأسمال البشري. هذا النقاش لقينا بانه لابد، ورجع الكلام اللي قالتها السيدة الوزيرة، من تكوين الجمعيات. تكوين تاع الجمعيات لها دور مهم، وكثر من هكا انا معك السيدة الوزيرة في السيرتيفيكاسيون. لحقاش ملي كنكون الجمعية وندير لها مهتمة بانها كاينة سيرتيفيكاسيون، غتشتغل معايا في الرأسمال البشري، تشتغل معايا في جميع المشاريع. ولكن إذا خلينا الجمعيات، أنا قلت لهم وغيسمعوا لي، قلت لهم حنا كمجلس جماعي ما بيناش الجمعيات تاع لي بوز كافي، ما بيناش الجمعيات تاع اللي يجيو يدير برنامج في انستونتاني ديال واحد الوقت، لا بينا جمعيات اللي يديروا عندهم لامباكت على المواطن، نحسوا بهم. إذا المواطن يحس إلا قدروا يخدموا في هاد الخمس سنين في هاد المجال، السيدة الوزيرة كون تيقنا بأننا غادي نديروا واحد الدفعة كبيرة في مراكش. لأنه الدول المتقدمة ما جاش ما تقدمتش، إلا كانت تقدمات اشتغلت على المواطن. وهذا الغول تاع الجمعيات تاع حنا كمنتخبون تاع جميع ليزانترفون، كل شيء خصو يخدم على المواطن ويفسر المواطن. اللي تلاحظ انا ملاحظة بسيطة، تلاحظ بأنه من تلك المشاريع الملكية كيما تدخل السلطة وتشرح للمواطن المشروع تتفاعل معه وتمشي معه. إذا المشكل فين كاين؟ في المقاربة التشاركية والتشاورية، تنقولوا حنا تشاور مع الإنسان، تشارك معاه وتوعيه وتفهمه وتقربوا لك. إذا نجيو تنهضروا حنا على الاستثمار في الرأسمال البشري، تنعرفوا بأنه هو الاستثمار في المعارف، في المهارات، في الصفات تاع الأشخاص، هذا ولكن هذا خيورك تبقى كيفاش غنديروه في الواقع. هاد الشونتيي السيدة الوزيرة حنا يدينا مفتوحة لك كمجلس جماعي، وتيبان ما كاينش اللي يقدر يقول لك لا، لأن حنا بغينا نشتغلوا في هذا المجال، بغينا نشتغلوا فيه باش نرفعوا من المستوى تاع المواطن، والمواطن يفهم، لأنه من طرف المستوى ديالو تيولي تيعذرني وتيفهمني وتيمشي معايا في نفس الاتجاه. قضية السيدة الوزيرة اللي قلتي ديال المؤسسات الاجتماعية، حصل لي الشرف مؤخرا احتفلت براسنا معها في الجمعية تاعت في المؤسسة تاعت بابومات مع الأطفال المدخلة عليهم، احتفلت معهم براسنا تما، ونفس السؤال تطرح تقول ما بعد 18 سنة؟ هذاك راه الحضاره ديالتهم، هذوك راه الام والاباء ديالهم، ما يمكنناش 18 سنه واش حنا ممكن ندخلوا على ولادنا 18؟ ما يمكنش ندخلوا. اذا خصنا نفكروا ما بعد 18 سنه، ما بعد 18 سنه، وبالاخص تشوف اطفال اللي عندهم واحد المستوى ثقافي، تقبلوا الميكرو النقاش يتناقشوا واحد المستوى عالي، ونجي اليوم في 18 سنه نقول لك قد الباك سير قلب على راسك. حنا ولادنا ما قدوش يقلبوا على راسهم بالامكانيات ديالنا كلها، ولهذا خصنا نفكروا. وانا معاك السيده الوزيره في الفويي دي جو ترافايور،
ونفكروا دوطر فواي دوطر اوبسيون اللي يمكن لنا باش هذا الولد منين يخرج يولي واحد بريفور يعطي واحد الدفعه. لانه لا تنساش السيده الوزيره بان هذا عنده حاله خاصه ما يمكنش نقول لها عندك معاك كونترا عندك من 0 حتى 18 وبعدا انا اوبستاكل. انا هضرت مع بعض الوليدات عندهم انا اوبستاكل في دماغهم دابا عندهم في دماغهم تيهضر معاك تيقول 18 مشكل كاين واحد الخوف عندهم بالفعل. هذا هو الشونتي اللي خصنا نخدموا عليه جميعا وان شاء الله غنتوفقوا فيه. بقى لي واحد النقطة وسمحوا لي الإخوان على طولت هو الولوجية. قلت لها السيدة الوزيرة بأنه مراكش فيها ولوجية بالفعل كاين ولوجية خاصة الولوجية خاصة ومؤخرا كانت واحد لاكونفونسيون مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية فيها بعض فيها الولوجيات وحنا ما كرهناش حتى انتم تشاركوا معنا اليوم عند شي شراكة مع المجلس الجماعي باش نديروا ولوجيات أكثر وأكثر. لأن الولوجيات ولينا حنا ملي تشوف واحد الإنسان عنده واحد الإعاقة حنا كمسؤولين وما كايناش ولوجيات بحال حنا قصرنا في العمل ديالنا. إذا حنا خصنا اليوم نفكروا باش نديباسيو هذه القضية هذه وسيرتو السيدة الوزيرة أنا علاش قلت لها هذه من الحوايج اللي خصهم يكونوا عاجلين. علاش السيدة الوزيرة؟ لأن لا تنساش ملي تيجي أي مجلس تيبدا الأشغال ديالو تيبدا البرمجة ديالو باش يمكننا حنا في الاشغال ديالنا بالاخص الاشغال الكبرى ديال المدينه يدخلوا فيها برامج تاع الولوجيات من دابا. اذا كانت اون كونفونسيون كانت سيبونسيون عندكم مشاركه معنا علاش لا حنا مرحبا حنا نشتغلوا معكم ونزيدوا بهذه الولوجيات. السيده الوزيره ما بقى لي الا نشكرك وما كرهناش هذه الاستثمار في راس المال البشري خصو تكون ليه حصه ديالته بوحدها مع الناس ديالكم اللي تيمثلكم في المدينه مع ونخدموا معاهم حنا